السلام عليكم. أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تقريراً حول الأطفال المجندين من قبل ميليشيا الحوثي على هامش الدورة 35 لحقوق الإنسان. التقرير أورد عدد الضحايا من الأطفال المجندين والذي بلغ أكثر من 400 طفل قتلوا في معارك الحوثي. لم تنتهي سلسلة الضحايا من الأطفال ممن أكلتهم الحرب أو بترت أطرافهم، غير أن مؤشرات خطرة تأتي من وسائل الإعلام التلفزيونية التابعة للانقلابيين، حيث تعرض بعض البرامج والمسلسلات التي تستهدف وعي الأطفال عبر تحريض للعنف واستهدافهم عبر خطاب طائفي وتحريضي وصف بالتفخيخ. يمتد الخطر إذن ليطال المستقبل ويصنع قنابل موقوتة تنتظر الانفجار. إنها الحرب، لكن هذا المحور الذي يشكل أبرز وجوهها وأشدها جرحا للذات اليمنية يظل موضع قلق ومخاوف بالغين مما قد ينتج عن استمرار هذه الجرائم. مشاهدينا الكرام، حول مخاطر استهداف الأطفال سواء عبر التجنيد أو التحشيد للكراهية ستكون حلقتنا لهذا المساء، والذي أستضيف فيه الكاتبة والناشطة الحقوقية مسك الجنيد. مساء الخير أستاذة مسك. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. قبل أن نبدأ نقاشنا دعينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. من تقاتلوا؟ الكفار. من هم الكفار؟ هذول المقاومة. بدعوى مقاتلة الكفار زج بهذا الطفل في معركة الميليشيا، لكنه نجا لوقوعه في أيادي رجال المقاومة. غير أن طفلا آخر عمره لا يتجاوز 13 اختطفته ميليشيا الحوثي من مديرية الحداء ودفعت به هو الآخر لمعركتها في تعز. لم يكن له حظ الطفل الأول، فبعد غيابه بثلاثة أشهر أبلغت ميليشيا الحوثي أسرته بمقتله. أنا عاهد بدري حسن السعداني محافظ صنعاء مدينة الحرب. مشهد يتكرر في بيوت اليمنيين وقراهم الخاضعة لسيطرة الميليشيا. يقول آخر تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إن أكثر من 400 طفل من الذين جندتهم جماعة الحوثي في صفوفها قتلوا خلال الحرب الدائرة. كثير من المراقبين يرون أن هذا الرقم هو ما تم توثيقه فقط، وما خفي كان أعظم. لكن مأساة الطفولة في اليمن لم تقف عند ذلك، فاستهداف الأطفال في المناطق الفقيرة والمحرومة من التعليم لم يقتصر على الدفع بهم في أتون المعارك، فاستغلال كافة الإمكانات التي تمتلكها وزارة الثقافة والمسرح الخاضعة لسلطة الانقلاب لم تألو جهدا في تعبية الأطفال وشحنهم طائفيا وتربيتهم على الكراهية والعنصرية، أمر ظهر جليا في البرامج الرمضانية في قنوات الانقلاب، ناهيك عن حرمان الأطفال من التعليم واستخدام المدارس ثكنات عسكرية. مراقبتنا في سبيل الله ضد العدوان السعودي. واقع مأساوي يعيشه أطفال اليمن وما تكشفه الإحصاءات عن ضحايا الحرب واستغلالهم، فمن نجا من التجنيد لم ينجو من مناهج العنف وغسل أدمغتهم وتفخيخ مستقبلهم، ليظلوا وقودا في معارك لا تنتهي. إذن أستاذة مسك، يعني حرب تقودها الميليشيا وقودها الأطفال كما يقال، أعداد كبيرة تصدرها التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان، برأيك يعني ما هي الأسباب التي تجعل من الأطفال وقودا سهلا بالنسبة للحوثيين للحرب؟ أولا عزيزتي دعيني قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أذكر مقدمة لا بد منها، أن الأطفال هم أمانة في عنق العالم، ذلك أنهم يشكلون مستقبل البشرية جمعاء. الأطفال هم أشد الفئات ضعفا، وبالتالي أي انتهاكات يتعرضون لها تعتبر انتهاكات جسيمة في القانون الدولي، بالإضافة إلى أن أولوياتهم في فترة النزاع والحرب تعتبر يعني على قائمة الأولويات. نقطة مهمة أخرى، أنه مهما كانت القضايا عادلة أو غير عادلة فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأطفال في الحرب أو أن يكونوا محرقة فيها. قضية إنسانية كمثل يعني بهذا الحجم كقضية حقوق الأطفال لا تعني أننا نبرئ طرف لصالح طرف آخر، ولا أيضا تعني أننا ننحاز له، لكن
ينبغي أن نوضح أو أن نكشف للناس من هو الطرف الذي صار يعتنق الانتهاكات، الذي صار يمارسها بشكل منهجي، يفلسف لها، يوفر جميع المبررات لها، وهنا تحديدا أعني بقول الميليشيا، ذلك أنها صارت يعني سياسة ومنهجية لديهم، ليس فقط تجاه الأطفال الموجودين في المعسكر الآخر بالنسبة لهم، لكن مع الأسف صارت تطال حتى الأطفال الذين ينتمون للعائلات وللأسر المتعاطفين معهم أو الذين يدعمونهم، وذلك إما باختطافهم وإما بتجنيدهم قسريا وإجباريا. في الحقيقة أسباب كثيرة قد تدفع العصابات المتمردة، الميليشيا، القوات الخارجة عن القانون، الخارجة عن الدولة لاستخدام الأطفال. طبيعي أبرزها يعني حينما يشعرون أنه لم يعد هناك الكثير من الجنود حتى يذهبون بهم إلى المحرقة، حينما يفقدون أنصارهم، حينما يفقدون الرجال الذين هم وقود الحرب الرئيسي، فمن الطبيعي أن يقتادوا الأطفال إلى الجبهات كي يصدوا هذه الثغرات. استيعابهم للحرب يعني؟ عفوا؟ استغلال عقلية الأطفال أنه لن يستوعب ما هي مخاطر الحرب الذي سيصير. هذا جانب، بالإضافة إلى أنه الطفل لن يستطيع المقاومة في كل الأحوال، أيضا الطفل هذا يعيش مأساة الحرب بتفاصيلها، أهله لا يجدون ما يأكلون، بالتالي حينما يقتد يعني ليس فقط لأن هذا الطفل قد غسل دماغه أو مورس عليه الكثير من الترهيب والكذب، ولكن لأنه يعتقد أيضا أن الذهاب إلى هذه الحرب هو حل لأسرته أو حل حتى له شخصيا مع الأسف. نعم. إذن يعني قلت في بداية حديثك أن استخدام الأطفال بهذا الشكل هو تهديد لمستقبل البشرية جمعاء، ما هي الأبعاد التي ستترتب في المستقبل بعد استخدام الأطفال بهذا الشكل؟ الحديث في هذا الموضوع في الحقيقة يعني مؤلم وحديث ذو شجون ويحتاج إلى حلقات وليس إلى دقائق، وأيضا تبدو صعوبة الأمر في أننا نتحدث عن بدهيات مؤلمة. ماذا يعني أن يصبح جيل هذا البلد يحمل هذا الكم الهائل من مناظر العنف والدمار والقتل، التحشيد الطائفي، تزييف الحقائق، أن يعيش هذا الجيل تفاصيل العنف والصراع بكل تفاصيله؟ كيف يمكن أن يكون هناك مجتمع هادئ وقادر على أن يعيد بناء نفسه في ظل هذه التعقيدات؟ إذا كنا مع للأسف ونحن لم نتعرض لهذا الوضع الخطير والمؤسف نعاني من تشوهات نفسية، فما بالك بهذا الجيل الذي صار يعني يشاهد أخ يقتل أخوه، وهو مطلوب منه أيضا في هذا السن أن يحمل السلاح ويواجه أيضا أهله وأبناء عشيرته وأبناء قومه ووطنه. نعم، في الحروب عادة سدمسك يعني لفت انتباهي لنقطة أنه يهتمون بالأطفال نفسيا بحكم أنه يسمع القصف، يخشى لأيام عديدة، يشعر بالرهبة، يشعر بالخوف، نفسيتهم تكون متعبة في توجه لإصلاح هذه النفسيات. المشكلة يعني أن أطفالنا يحملون السلاح، ربما يقتلون وربما يقتلون، يشاهدون زملائهم يقتلوا، يجدون أطراف مبتورة، يعودون معاقين إن لم يعودوا محمولين على الأنعاش. بهذه النفسيات يعني كيف يمكن إصلاح مثل هذه النفسيات، أو يعني على الأقل إيقاف ما يتم تدميره حتى اللحظة من يعني جيل بأكمله كما قلت؟ في الحقيقة لن يكون الأمر سهلا، لا أريد أن أبدو متشائمة، لكنه ليس بهذه السهولة. إذا كنت أنا ذات مرة وأنا طفلة يعني شاهدت قطة في الظلام، وإلى الآن ما زلت أتذكر هذا المشهد، ما زال يحفر في الذاكرة، ما زال يؤثر، فما بالك بكل هذه المناظر. العلاج سيكون صعب، برامج إعادة التأهيل النفسي لن تكون كافية إذا لم يكن هناك توجه كامل من المجتمع، من الدولة، من جميع الأطراف لبذر بذور السلام والاستقرار، لأنه هذا سيعتبر عامل رئيسي يدعم برامج التأهيل النفسي. برامج التأهيل النفسي لن تكون كافية لتجاوز هذه المرحلة. لكن أيضا دعيني أقول لك أني متفائلة أيضا نفسية الطفل مرنة،
يعني يمكن أن نعمل عليها، لكن السؤال هو متى ستتوقف هذه الحرب حتى نبدأ؟ نعم، هذا هو السؤال. إذن ينضم معنا أستاذة مسك عبر الهاتف السيد عرفات حمران، رئيس منظمة رصد الحقوق والحريات من الرياض. مساء الخير أستاذ عرفات. مساء النور لك وللإخوة المشاهدين والضيوف الكرام. أهلا بك أستاذ عرفات. هناك تقرير جديد أصدرتمه يعني لتحالف رصد حول تجنيد الأطفال، كيف يمكن قراءة هذا التقرير في ظل المعطيات التي يعني أوضحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف رصد فعلاً أصدر تقرير في المؤتمر الذي عقد في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. نحن نعرف أن الأطفال يشكلون نسبة ما يقارب 56% من سكان الجمهورية اليمنية. الأطفال هم أكثر من تعرضوا وتأثروا بهذه الحرب منذ بداية الانقلاب منتصف 21 سبتمبر 2014. هم عرضة للاختطاف، هم عرضة للأمراض، هم أيضا عرضة للتجنيد. ما يقارب 12,000 طفل تم تجنيدهم، وهذه جريمة ضد الإنسانية. وإذا كانوا تحت سن 15 سنة فيعتبروا أيضا هذه جريمة حرب، يجب أن توثق وتقدم لجميع المنظمات الدولية وإلى الأمم المتحدة. الأطفال في اليمن حقيقة يعانون الأمرين، سواء من أخذوا إلى الجبهات بقبل الميليشيا أو من ظلوا بدون مدارس، كما نعرف أن كثير من المدارس تعطلت بالذات في المحافظات التي هي تحت سيطرة الميليشيا، ومن ظلوا أيضا في منازلهم أيضا كانوا عرضة كثير من الأمراض، منها مرض الكوليرا وسوء التغذية، وما يقارب 10 مليون طفل تعرضوا لهذه الأمراض. تحالف رصد يحاول دائما أن يكون قريبا من الرصد والتوثيق لهذه الجرائم، من أجل أولا حفظ حقوق الضحايا في المستقبل، وثانيا أيضا من أجل البدء بمحاكمة كبار منتهكي حقوق الإنسان في اليمن. نعم، إذا أستاذ عرفات يعني تحدثتم في تقريركم أن الأطفال هم الخاسر الأكبر في هذه الحرب، وهم يتوزعون يعني كل يوم بين ضحايا للقصف أو القنص، وأخيرا ربما الخطف للتجنيد الإجباري. يعني ما هي باعتقادك العوامل الأساسية التي تقود الميليشيا للتجنيد الإجباري بالنسبة لهؤلاء الأطفال؟ أولا ميليشيا الحوثي هي تعرف أن ليس لها حاضنة مجتمعية كبيرة، ولذلك كثير من البالغين لا ينضموا إلى الميليشيات، لكن الأطفال أكثر عرضة لأن يتم التحرير بهم والانضمام إلى هذه الميليشيات. طبعا الميليشيات عندما تقوم بهذا بتجنيد الأطفال هي لا تصبر أنها ستقوم بتجنيدها بالذهاب بهم إلى الجبهات والصفوف الأمامية، هي أولا تقوم بإغرائهم بأنهم سيحصلوا على أرقام عسكرية وأنهم سيكونوا بعيدين عن هذه الجبهات، ثم بعد ذلك يكتشفوا أولياء الأطفال أو الأطفال أنفسهم أنهم سيقوا إلى هذه الحرب. في بداية الأمر كان التجنيد يكون بالإغراء، ثم ذلك قام كثير من الشخصيات الاجتماعية في كثير من المحافظات، بالذات المحافظات اللي هي دمار وعمران وصعدة وحجة، كثير من هذه المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثي قاموا بإجبار أولياء الأمور على إما أن يقوموا بتجنيد أطفالهم أو دفع مبالغ مالية باهظة. هذه المبالغ ربما تكون بسيطة لدينا، لكن هي كبيرة في نظر هؤلاء البسطاء، لأنهم أصلا الوضع الإنساني زاد من فرص التجنيد لدى الميليشيات الحوثية، لأنه بدأوا يأخذون الناس ويجرهم من بطونهم. الوضع الإنساني أيضا يستفيد منه الحوثيين بشكل واضح. التجنيد في الآونة الأخيرة ازداد عشرات أضعاف ما كان موجود. الميليشيا اليوم يعني هي تشعر أنه لا يمكن أن تغرر إلا على الأطفال الغير بالغين، كونها لا تحمل أيضا حاضنة، وكونها تعرف أن انقياد الكثير من البالغين أصبح صعب في هذه المرحلة، وهي بنفس الوقت يعني تتلقى خسائر كثيرة لا تستطيع أن تعوضها إلا بهذه المجموعة التي لا تدرك حقيقة ماذا تقوم به. لذلك هم الأطفال يجب أن يكونوا تحت حماية القانون الإنساني الدولي والمواثيق تؤكد أن هؤلاء الأطفال يجب أن يكونوا في حماية كاملة وبعيدين عن أي صراع مسلح
ويحظون بحق الحياة وبحق العيش وبحق التعليم أيضا، لكن حتى مدارسهم استغلت من قبل الميليشيات في سكنات عسكرية وسجون، وبعضها يعني أصبح سكن لكثير من النازحين، هم تضرروا كثيرا، قصف المدنيين أيضا في تعز وفي غيرها. كثير من الضحايا في التقارير يكونون الأطفال هم في المرتبة الأولى ثم النساء. للأسف الشديد نحن اليوم يعني أمام جريمة كبيرة يجب أن يقف العالم كله وإدارتها. نحن نشكر حقيقة فرنسا التي أصدرت بيان بعد أن قامت منظمة رايتس بإصدار التقرير حول تهديد الأطفال. أصدرت فرنسا بيان أكدت فيها أن ميليشيا الحوثي والمخلوع يجب أن يتوقفوا عن تجنيد الأطفال وأن هذه جريمة يجب أن يحاسبوا عليها، ونأمل من المجتمع الدولي كله أن يقف بحزم في هذا الموضوع كونها جريمة حرب، ويجب أن يضغطوا على هذه الميليشيات لتسريح الأطفال التي لديهم. نعم. وهذا العدد الذي تقوله تحالف رصد أو يقوله كثير من المنظمات هو العدد الذي تم رصده وتوزيعه، لكن الأعداد كثيرة. نعم. أستاذ عرفات يعني صعوبة نعم أود أن يعني نقف عند نقطة يعني استوقفتني وأنا أقرأ تقريركم، هي الحديث عن أماكن الجذب أو التجنيد التي يتم من خلالها استقطاب هؤلاء الأطفال. يعني ربما لم يلفتني وجود اسم المسجد أو الجامع ولا المراكز يعني التي تقام فيها الولائم ويعني الاحتفالات والحديث حول التجنيد، ولكن ما لفت انتباهي هو وجود المدرسة ضمن هذه المراكز. كيف تتحول المدرسة إلى يعني أنا أرسل ابني لكي يتعلم، هل أرسله لكي يستمع إلى من يعني يستقطبه ويأخذ بيده نحو التجنيد؟ يعني هذه كارثة حقيقية. كيف تتحول المدرسة وكيف يقبل مدير المدرسة والمعلم بمثل هذا الشيء؟ واضح أن الميليشيات عندما دخلت المحافظات كانت السلطة المحلية تعتبر غطاء واضح للميليشيات، أعطت السلطة المحلية وفتحت المؤسسات الدولة لهذه الميليشيات أن تعبث بإرادتها بمؤسساتها. لم تسلم أيضا المؤسسة التربوية كذلك، عملوا مشرفين في مكاتب التربية والمراكز التعليمية، ثم بعد ذلك بدأوا برامج في طابور الصباح وبعض البرامج التي عملوها في المدارس. هذه البرامج كانت صحيح أنها لاقت رفض يعني من قبل الطلاب حتى الطلاب الصغار، ولكن بالمجمل الموضوع كان الميليشيات يعرفون أنهم يستهدفون المدارس من أجل تهديد الأطفال. كل من وقف ضد الميليشيات ببرامجهم أو بما نظموه من فعاليات كان الإبعاد لهم، سواء كانوا في التربية أو في إدارة المراكز التعليمية أو في المدارس. بدأوا يعملوا مشرفين وبدأوا يغيروا مدراء كثير من المدارس، وبدأوا أيضا يوقفوا مرتبات ويطاردوا بعض المدرسين الذين وقفوا ضد مشروعهم الانقلابي وضد وانحازوا إلى المشروع الوطني. وبذلك كان الجو مفتوح لبعض المدرسين وضعفاء النفوس والمدراء المدارس بأن يسمحوا ويتركوا مجالا للميليشيات بأن تعبث بهؤلاء الأطفال وتستقطبهم سواء داخل المدرسة أو أثناء خروجهم من المدرسة أو في أيضا في الحارات. هذه هي المشكلة التي حدثت، أنهم استولوا على المؤسسات. أيضا ركزت الميليشيات على التعليم درجة أولى وقامت بتغيير المناهج وطباعة مناهج جديدة. هذه المناهج التي قاموا بطباعتها أيضا هي تؤثر وتؤدي إلى انقسامات في المجتمع وتؤسس لصراع قادم. هذا الصراع سيوجد جيل منفصل، جيل يصارع مع بعضه البعض. هم يعرفون مدى تأثير التربية والتعليم، لذلك هم كانوا يعملون في هذا المجال بقوة وطبعوا أيضا بممالك كبيرة هذه المناهج من أجل أن يوجدوا جيلا ميليشاويا، جيلا يصارع من أجل الصراع الطائفي، جيلا منقسما. وهذه أثرت كثيرا
وسلبيا بالذات في المحافظات التي سيطر عليها ميليشيات الحوثي، لكن في المحافظات الاخرى التي مسيطره عليها الشرعيه نجد ان هذه المشاكل وهذه الجرائم قليله جدا وتكون احيانا منعدمه في بعض المحافظات. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ عرفات حمران رئيس منظمه رصد للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. استمعت لحديث الاستاذ عرفات. استاذ مسك دعيني اتوقف معك عند مساله المدارس، كيف اصبحت عامل جذب يعني لتجنيد هؤلاء الاطفال؟ ياتي احد المسلحين من يتبع جماعه الحوثي ويخطب في الطلاب في طابور الصباح ويحدثهم عن العدوان وما العدوان وان نحن بحاجه لكم للدفاع عن الوطن، هناك من يهدد أمن البلد، ويعلنون بأن بعد فترة من غسيل الدماغ أن هناك أماكن لتسجيل أسماء الطلاب الذين يريدون الالتحاق بالتجنيد. نعم، في الحقيقة هذا السؤال يعني هو سؤال تفصيلي قليلا، لكن دعيني أعود بك إلى إحصائية صدرت عن وزارة التربية والتعليم للحكومة الشرعية. هذه الإحصائية في 2015 ونحن الآن في 2017. تشير هذه الإحصائية إلى أن 54 ألف طفل هم خارج المدرسة ولا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، 6 ملايين ليس لديهم مدارس يتوجهون إليها، 300 مدرسة دمرت، ناهيك عن المدارس التي تحولت إلى ثكنات عسكرية وإلى مخازن للسلاح. الحقيقة منذ الانقلاب تعرضت منظومة التعليم في اليمن إلى توقف بشكل كامل، تحدث انتهاكات كبيرة وجسيمة، اختطاف للمعلمين واعتقال لهم وإقصاء لهم، الاعتداء على الطلاب، نعم على الطلاب على التلاميذ، فصلهم، هناك معتقلين تصوري من الأطفال والتلاميذ، الاختطاف وسوقهم إلى الجبهات. وما قصة عاصم التي ذكرتموها في بداية التقرير إلا نموذج، تحويل المدرسة إلى ساحة للتحشيد، إلى ساحة للتحريض، إلى ساحة للمعارك. أعتقد هذه أكبر خطأ يمكن أن يرتكب من قبل أي جماعة، هذا ابتداء. طبعا نحن نتحدث عن جماعة وعن مجموعة لا تعي ولا تعقل مثل هذه القيم والمبادئ الإنسانية العظيمة. هذا التحويل للصراع في المدارس من شأنه أن يجعل أطفال المستقبل يكفرون بفكرة التعليم ويكفرون بفكرة المدرسة، لأنها يعني صارت تمثل طرف، لأنها صارت تقوم بعملية حشو. تذكرين في آخر النماذج التي نقرأ أو نسمع عنها أن عناصر الميليشيا تقوم بمحاصرة المدارس، بالدخول إلى المدارس، بإملاء الشعارات على الطلاب، بضرب الطلاب الذين يمتنعون فقط عن قراءة الشعارات، ليس فقط مدارس البنين ولكن أيضا مدارس البنات. صحيح. فأي انتهاك يعني أي تهديد لفكرة الأمان التي كما نعرف صنفها ماسلو بعد الأكل والشرب والنوم تأتي فكرة الأمان، فأي تهديد أكبر من هذا لهذه الفكرة. هذا أيضا مرتبط بمحاولاتهم الجاهدة لتغيير المناهج الدراسية، وهذا يعني أننا أولا فكرة الوطنية أو فكرة المواطن اليمني هي معرضة للخطر، لأنه هذه المناهج هي أصلا تركز على أجندة سياسية خارجية ليست من أجندة اليمنيين، هي خارجة عن معتقداتهم، عن قناعاتهم، عن أفكارهم. يعني إذا لم يكن هناك حد حقيقي لمثل عملية الاختطاف للمستقبل، عملية الاختطاف للذهنية اليمنية القادمة، أعتقد أننا يعني سنفقد وسنخسر الكثير، وعملية التغيير لن تكون بالسهولة التي نتوقع أن تتم فيها. صحيح. إذن أستاذة مسك يعني تحدثنا عن المدرسة، هناك أيضا الجانب الآخر وهو جانب الإعلام، كيف يتم ترسيخ مثل هذه الفكرة؟ دعينا نتحدث عنها بشكل تفصيلي ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذه مسك. استاذه مسك، تحدثنا يعني عن المدارس وكيف يتم استقطاب الطلاب من خلالها وتغيير المناهج وما الى ذلك من يعني جرائم تضاف الى يعني هذه الميليشيا. الان ايضا يوجد الاعلام، الرسائل التي توجه للاطفال من خلال الاعلام رسائل سيئه جدا، حديث عن عدوان وكيف يتم مجاهبته، الاغاني التي كانت في الموروث لدينا عن رمضان حولت الى جهادية وإلى مسألة هيا أيها الأطفال استعدوا للذهاب للقتال. مثل هذه الرسائل ما الذي تعنيه لمستقبل الطفل؟ إذا نحينا جانبا البرامج السياسية، التحليل السياسي، الأخبار، بحكم أن كل جهة تريد أن تبث أفكارها وأخبارها بطريقتها، لكن من الخطير أن تركز هذه الجهات على الدراما والفن. أما لماذا؟ فلسبب بسيط جدا، أن الدراما والفن يقوم بعملية التغيير في اللاواعي، فهو تغيير بعيد الأثر، تغيير ينعكس على السلوك والممارسات، وبالتالي أي هذا النوع من البرامج من وجهة نظري هو الأخطر، لما يحتويه من تزييف وقلب للحقائق، فبركة، وهنا يتجلى الكذب في أبسط يعني أبرز عفوا صوره، حينما يقارن هذا الطفل أو هذا الشاب بين ما يسمع وبين ما يشاهد، هذا التناقض العجيب. أيضا الدراما والفن يقوم على الابتزاز العاطفي لمشاهديه. نعم، دعينا نتحدث بصورة أوسع عن هذه النقطة، ولكن بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الأسعدي الناطق الرسمي لليونيسف من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى ضيفتك الكريمة وعلى الجمهور المشاهدين في كل مكان، وخواتم مباركة. اهلا بك وعلينا عليكم ان شاء الله. استاذ محمد، يعني تقارير عديده منها محليه واخرى دوليه تتحدث عن عدد كبير من الاطفال الذي يتم تجنيدهم في هذه الحرب، يعني استخدامهم ايضا كوقود، كيف تقرا مثل هذا الامر خاصه يعني ان هناك تداعيات لعوده هذه الظاهره بهذه القوه؟ عزيزتي، ظاهرة تجنيد الأطفال لا تقتصر ليست مقتصرة على اليمن، ولكن كل الجماعات المسلحة والقوات المسلحة المتقاتلة في مختلف دول العالم الثالث تستخدم الأطفال وخصوصا اليافعين بين سن 10 سنوات و 18 سنة، تستخدمهم للأعمال العسكرية سواء كان القتالية في الجبهات أو الأعمال الثانوية كتقديم الإمدادات الغذائية أو المراسلات أو حراسة النقاط الأمنية أو المنشآت أو غيرها. تجنيد الأطفال كظاهرة موجودة في اليمن من قبل هذه الحرب، ولكنها ازدادت ضررا مع هذه الحرب ولأسباب مختلفة. أولا، التجيش الكبير الديني والوطني الذي استخدم من وسائل الإعلام، وأنا أسمع ضيفتك العزيزة تتحدث عن كيف أن وسائل الإعلام والدراما وأيضا الحشد الإعلامي السياسي يحاول أن يحفز عواطف ومشاعر الناس والجماهير بشكل عام. الأطفال هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، أكثر فئات المجتمع ضعفا، وبالتالي يكونوا أكثر عرضة لأن يقعوا ضحايا للفكر المتشدد، الفكر المتطرف، سواء كان من قبل جماعات مسلحة أو من قبل أحزاب سياسية أو تيارات مختلفة. في اليمن على سبيل المثال نعزي ظاهرة تجنيد الأطفال لأسباب مرتبطة بالثقافة، ثقافة حمل السلاح، وهي ثقافة مزمنة، ثقافة متأصلة بالقبيلة، وأيضا الثقافة مرتبط بالتخلف التنموي الموجود في البلد، ضعف الوعي، أيضا ضعف وجود البدائل للشباب والشابات، وايضا من مرافق مراكز صيفيه او مدارس او تعليم او غيرها تعمل على تحفيز الشباب واستغلال هذه الطاقات الموجوده لديهم بشكل امثل. الجانب الاخر هو الجانب الاقتصادي وحاله الفقر. كثير من الاسر تدفع بابنائها سواء كانوا صغارا او كبارا نحو التجنيد باعتبارها وظيفه مضمونه وتعود عليهم براتب شهري وان كان يسير، ولكن على الاقل شيء من الدخل الذي يؤمن للناس معيشه، وعلى الاقل ما يدفع به رمق او خوف الجوع. نعم. هذه كلها اجتمعت الى جانب المؤثرات الاخرى النفسيه والاجتماعيه وايضا حاله الاحتراب الموجوده في البلد تفاقمت من المشكله. رصدنا زياده كبيره في عدد حالات تجنيد الاطفال، واصغر حاله سجلت في اليمن ربما تصل لطفل عمره 8 سنوات، وهذا يعتبر مؤشر خطير جدا. طفل لا زال لا يعي ربما ما معنى السلاح وما معنى القتال. صحيح. إذن أستاذ محمد، يعني اليونيسف تقارير عديدة حول تجنيد الأطفال في اليمن، ما هي المحافظات التي تركز فيها التجنيد؟ بنسب متفاوتة عزيزتي، موجود التجنيد في الشمال والجنوب، موجود في الشرق والغرب، موجود من قبل الجماعات المسلحة المختلفة، ولكن بنسب متفاوتة. هناك جماعات تحشد بشكل أكبر، تجنيد بشكل أكثر،
مقارنة بالأخرى، ولكن ما يهم في هذه الجزئية أن هذا أمر مخالف للقوانين الدولية والقوانين المحلية والتشريعات وحتى أخلاق الحروب. نعم، أين هذه المعاهدات الدولية أستاذ محمد؟ يعني القوانين المواثقة أيضا هل أصبحت يعني غير موجودة على أرض الواقع في ظل كل ما يحدث؟ وأين المجتمع الدولي منها؟ المجتمع الدولي لا يستطيع أن يكون موجود في كل مكان عزيزتي إن لم تراقب، إن لم تقوم بتنفيذ القيم الأخلاقية المرتبطة بالمواثيق الدولية. المجتمع الدولي سيفرض عليك عقوبات، سيصنفك ضمن، سيضعك في قائمة سوداء وسيكتفي بهذا الأمر، ربما سيمنعك، سيفرض عليك حصارا من نوع أو آخر، ولكن بالنهاية أنت ستظل تمارس انتهاكات جسيمة بحقوق الأطفال كالتجنيد أو القتل أو الإصابة أو التشويه أو الحرمان من وصول المساعدات والإغاثة الإغاثية أو تدمير والاعتداء على المستشفيات والمرافق الطبية والبنية التحتية والمشاريع المياه ومؤسسات المياه ومخازنها وأيضا على المدارس. كل هذه انتهاكات جسيمة تلحق بالأطفال، فكل الجماعات والأطراف المتقاتلة باليمن انتهكت بشكل متفاوت مكرر حقوق الأطفال، ليس بالتجنيد فقط ولكن بكل هذه الانتهاكات الجسيمة التي ذكرتها. نعم، إذن على المدى البعيد أستاذ محمد، هل منظمة اليونيسف أي برامج أو أنشطة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا للتجنيد؟ بالتأكيد لدينا برامج استباقية وهي توعوية ترفع الوعي لدى الأطفال وأسرهم وخصوصا في المجتمعات الأضعف بين النازحين وبين الأحياء الفقيرة وبين المدن التي تشهد مواجهات مسلحة. أيضا لدينا جهود دبلوماسية وجهود مناصرة تتم على أعلى المستويات مع أطراف الصراع ومع الأطراف الخارجية المؤثرة على أطراف الصراع كسفر الدول العشر والدبلوماسيين والمانحين أيضا، بأن يضغطوا على كل أطراف الصراع بتجنيب الأطفال كل المخاطر وكل الانتهاكات وبما فيها تجنيد الأطفال. أيضا الأطفال المجندين عندما نعمل على نضغط باتجاه تسريحهم، وعندما يتم تسريحهم هناك برامج تأهيل على التأهيل ودمج في المجتمع، أيضا يتم تعريضهم لدعم، تقديم لهم دعم نفسي واجتماعي بحيث نحاول أن نساعدهم على تجاوز الأهوال والمخاوف واللحظات الرعب التي عاشوها أثناء المواجهات المسلحة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محمد الأسعدي الناطق الرسمي اليونيسف، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذة مسك. أستاذة مسك، يعني ركز أيضا الأستاذ محمد على مسألة الإعلام وكيف أن له فعلا تأثير في لوعي الأطفال، لأنه مادة خامة يعني سهلة التشكيل سرعان ما تتأثر يعني بما يحدث، بدليل ربما ألعاب الأطفال يعني منذ 2011 لن يخفى على أحد يعني مدى التغيير الذي حدث للأطفال واستخدامهم مصطلحات الكبار، ما بالك بالقناعات التي ربما قد تتشكل لديهم. قبل أن أجيب على هذا السؤال أعتذر طبعا، اليوم أنا يعني في لي مداخلات قبل كل سؤال، لكن لفت انتباهي جزئية الحوار بينك وبين الأستاذ محمد الأسعد فيما يتعلق بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويعني أنا هنا يعني من هذا المكان أدعو ألا نعول كثيرا على هذه الاتفاقيات والمواثيق. هي أساس قانوني إنساني، إرث إنساني نحترمه ويعتبر مرجعية، أما أن ننتظر من مؤسسات أممية أن تطبق هذه الاتفاقيات والقوانين فنحن هنا يعني نكون كمن ينتظر أن تمطر السماء ذهبا ليس لشيء، لكن لأننا نعرف أن المنظمات الأممية هي في الأخير ممولة من الدول وهي قائمة على أراضي بعض الدول، وبالتالي هي تخضع غالبا لما يريده المخرج الممول. نحن ينبغي فقط ألا نعول إلا على أنفسنا وعلى نضالنا في سبيل قضايا الحقوق والحريات، لا نكفر بهذه الاتفاقيات والمواثيق كمرجعية لكن لا نعول عليها كثيرا. حينما يتدخل الإعلام في صناعة الوعي وتحديدا في فترة الحروب والنزاعات فإنه يقوم بعملية مقابلة لعملية التجميل ولكنها عملية تشويه. نعم، مثال ماذا يعني أن يجعل الإعلام من فكرة القتل فكرة متقبلة بل وفكرة مقدسة يناضل من أجلها الناس؟ ماذا يعني أن يحول الإعلام فكرة الموت إلى حدث يستحق أن يحتفل به أو يحتفى به أو تطلق له الزغاريد؟
جميل، فكرة الموت من أجل قضية من أجل هدف هي فكرة شجاعة، لكن لماذا نعارض حتى الفطرة الإنسانية في مسألة الحزن؟ نجمل فكرة الموت، نجمل فكرة القتل، نجمل فكرة الحزن. يعني هذا هو الحاضن الحقيقي لمجرمي المستقبل، للأشخاص الذين سيمارسون العنف في المستقبل. إذا كنا الآن نتحدث عن التنظيمات الإرهابية وداعش التي استطاعت أن تستقطب شباب، يعني استكملوا الجامعات أو فما بالك بأطفال، يعني هؤلاء كيف سنعالجهم من العنف الذي سيطال ويشوه نفسياتهم؟ تطبيع حمل السلاح هذه كارثة، يعني أن تفكر ألف مرة قبل أن تحمل السلاح. في مجتمعات مدنية يقابلها أن تصبح فكرة السلاح لعبة، فكرة السلاح أمل، فكرة السلاح وسيلة لتحقيق كل ما يريده الإنسان من رغبات مشروعة أو غير مشروعة. هذه في حد ذاتها أنا أعتقد أنها كارثة بحد ذاتها. إذن كيف يمكن لعمل الفقر تردي الأوضاع المعيشية، ما يحدث في يعني البلاد الآن، أن يكون سببا رئيسيا في زيادة حالة استقطاب هؤلاء الأطفال؟ الحقيقة التردي الأوضاع الاقتصادية من البدهيات أن نقول هو سبب رئيس في تسهيل عملية الاستقطاب. نعم، هي تسهل عمل هذه الجماعات، بدليل أيضا أن هذه الجماعات يعني اغتالت فكرة الدولة، وبالتالي عملت على تقويض الأساس الاقتصادي، أن يحصل الإنسان على كسرة الخبز حتى يستطيعون أن يقودوا الناس إلى ما يريدون. أسوأ شيء في الدنيا أن توجه الناس بسبب الخبز، تستغل حاجة. نعم، استغلال حاجة الناس. نعم. طيب إذن ربما نتساءل هنا، أين دور الأسرة إذا كان الإعلام مختطف، إذا كانت وزارة الثقافة بما تقدم من فعاليات تعد مختطفة بيد الميليشيا، إذا كان كل الرسائل التي تحيط بالطفل هي رسائل سلبية، ألا يفترض أن يكون الآن دور الأسرة هو الدور الحاضن، هو الأكبر لكي يحتضن الطفل في هذه المرحلة وتوعيته؟ إذا جئنا للأمر الواقع، فصار لديك يعني عملية تمايز، صار لديك أسر أصلا هي تقف مع فكرة العنف وتعتقد أنه أبنائها ينبغي أن يشاركوا في النزاع والصراع والعنف بفعالية، وهؤلاء مع الأسف يعني لن يفيقوا إلا بعد أن يصبح لديهم إما ابن معاق، إما ابن فقدوه في الجبهة، إما يعني مستقبل أطفالهم الموجودين. يعني أستاذة مسك، يعني أعرف أناس يعني بهذا الجانب أو بهذا الجانب فقدوا أطفالهم، ما زالوا أطفال ويدفعون بالآخر بكل يعني اقتناع، يعني ليست لم تعد حتى تهزهم فكرة الفقد كما تقولين. هذه يعني ربما أنا أجد أنها كارثة وصلنا إليها، وهذا ما أشرت إليه لو تذكرين في مقدمة التي قلت أنه لا بد منها، أننا لا نبرئ طرف لصالح طرف، لكن الفكرة هنا أنه صار لديك يعني نحن نتحدث عن جماعة صارت ترتكب العنف بشكل منهجي، ومع الأسف هناك مؤيدون لهذه الجماعات. هؤلاء المؤيدون يعني شكل من أشكال تواجدهم هم الأسر، وبالتالي من الصعب أن نعول على أسرة تورطت في فكرة العنف في تغيير هذا الحدث إلا إذا حصلت لها كارثة. الأسر التي ما زالت يعني نحن نتحدث نصلي على النبي. جميل فكرة. نتحدث عن الأسر التي ما يزال لديها قاعدة معينة من التعليم والثقافة والوعي، لأنه هذه ستقوم بدورين مزدوجين، التأثير على الأسر المجاورة والمقابلة بالإضافة إلى إنقاذ أسرتها من ذات نفسها. نعول عليهم كثيرا. لماذا؟ لأنهم لابد أن يخلقوا النموذج رقم واحد، لابد أن يمثلوا حماية لأبنائهم من التورط بهذا العنف، لابد أن يقوموا بتوعية أبنائهم على ما يدور في الواقع،
أيضا لابد أن يكون هناك عملية تواصل وحراك مجتمعية للأسر الواعية مع الأسر التي تتورط في هذه الأحداث. نعم. إذا أستاذة يعني إذا وقفت الأسرة موقف جاد يعني مع أبنائها، يعني أنا أعرف ربما حديث استغربته أن يحدث يعني بهذا الشكل، الميليشيا من لديها ثلاثة أبناء فتجبر يعني من لدى الأسرة ثلاثة أبناء تجبر هذه الأسرة على التخلي عن واحد للذهاب إلى الجبهة كما يقال، إن لم يوافقوا فعليهم دفع قرابة 150 ألف كمجهود حربي. مثل هذه الأفكار ربما لم تصل كثيرا للإعلام، نتناقلها يعني الأصدقاء، أنه يعني مثلا صديقتي تحدثني اليوم طرقوا بابنا وكذا. حين تقف الأسرة ضد هذه الفكرة وتقف بشجاعة أمام الميليشيا ربما كما قلت تؤثر على الأسرة الأخرى، يعني هناك دور مجتمعي يجب أن تقوم به مثل هذه الأسر، ليس فقط حماية نفسها وإنما حماية أطفالها من الانجراف يعني نحو التجنيد، نحو ما يحدث لكل هؤلاء الأطفال من تغييب، من فقد، من اختطاف، من أشياء كثيرة يعني يتضرر منها الطفل. ربما تكونين قد وضعتي يدك على يعني سواء أكان بقصد أو بدون قصد على جوهر المشكلة. نحن بشكل عام لدينا خلل في عملية الاتصال برمتها. يفترض أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالتواصل مع هذه الأسر ورصد لهذه القضايا والانتهاكات، بدليل أنك تفضلت وقلت أن نحن نتسامع لكن لم يركز عليها الإعلام. فإذا لابد أن تكون هناك حلقة وصل بين الإعلام وبين هذه الأسر لنقل ما يدور في الخفاء أو ما لا يستطيع الناس إيصاله. هذا من جانب. الجانب الآخر كما ذكرت أيضا، طبعا أنا هنا لا ألوم الأسر في عدم إيصال كل المعلومات، لأنه نعم الخوف، الانتقام، الثأر، كل هذه الأشياء نعم، لكن أيضا على منظمات المجتمع المدني أن يعني أن تقوم بدورها التوعوي والتأهيلي والحصول على المعلومات، فن الحصول على المعلومة من الواقع وبالتالي إعادة تدويرها وإيصالها للإعلام. هذه الأسر حينما تجد أن القضايا قد كشفت وطرحت بهذا المستوى العالي ستتشجع وتقوم بدورها أيضا في إيصال ما لديها من معلومات بأي طريقة كانت، يعني ليس بطريقة علنية. يعني تحجم الميليشيا إذا ما يعني بدأت تتسرب هذه القضايا للناس للإعلام، هل ربما تتراجع الميليشيا عما تقوم به؟ هذا سؤال صعب لسبب بسيط جدا، يعني بشكل عام الفكر الميليشياوي لا يتراجع عن أفكاره بسهولة ولا يخجل من أحد، يعني بالضبط يعني فكر انقض على فكرة الدولة، على فكرة الأمة، على فكرة الوطن، على فكرة اللحمة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية سيكون من الصعب أن يتراجع عن هذه الخطوات. لكن الأحداث كفيلة بتربية من لا يستطيع. نعم، على عجالة إذن أستاذة مسكين نهاية، يعني ربما ركزتي على دور منظمات المجتمع المدني، ما نلاحظه حاليا أن بسبب الجوع، بسبب الفقر وازدياد عدد الفقراء تركز المنظمات المجتمع المدني التي ما زالت عاملة وبسط لأجل هؤلاء، الجانب الآخر وهو الجانب الفكري العقائدي، ما يحدث بالنسبة لهؤلاء الأطفال جانب مغيب قليلا، بعيد عن يعني أعين هذه المنظمات وبعيد أيضا عن فكرهم، الآن هم في حالة إنقاذ للفقراء، للمرضى، إلى ما إلى ذلك. أليست يعني هذه أيضا كارثة أخرى نمر بها، أن يشغل الناس بلقمة العيش عوضا عن أيضا في حين تسرق منهم الحياة دون أن يشعروا؟ نعم، نحن تحدثنا الآن عن المجتمع، تحدثنا عن الأسر، تحدثنا عن منظمات المجتمع المدني، تحدثنا عن الإعلام، لكننا لم نتحدث عن الجزء الرئيسي في هذا كله والذي ينبغي أن يقوم بدوره، يعني مع الأسف أين الحكومة الشرعية؟ هذا هو السؤال، يعني هي التي ينبغي أن تجند وزاراتها للقيام بهذه الأدوار المختلفة، وزارة الثقافة
وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، يعني أين ولديها وسائلها؟ نعم بالضبط، فهناك غياب واضح مع الأسف. لا ندري متى سيقوم هؤلاء بدورهم، لكننا يعني حتى وإن لم يقوموا بدورهم ينبغي أن نقوم بدورنا. الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن يقوموا بدورهم، الإعلاميين، المثقفين، النخب، حتى عموم الناس الذين نستطيع أن نصل إليهم. نعم. ينبغي أن نعمل كفريق واحد حتى يصحو من ينام. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك أستاذة مسك الجنيد، الكاتبة الناشطة الحقوقية. أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.